وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ولما كانت مفسدة اللواط، مفسدة المثليين، ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وذهب جمهور السلف والخلف إلى أن عقوبته القتل، وذلك على كل حال، محصن وغير محصن، أعزب أو متزوج. فقد روى أهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وإقامة الحد منوطة بالحاكم أو نائبه. قال العلماء: ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قوم لوط أحد من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم أنواعا من العقوبات، قلب ديارهم عليهم، وخسف بهم الأرض، ورجمهم بالحجارة، وطمس أعينهم، وعذبهم عذابا مستمرا، فنكل بهم نكالا لم يفعل بأمة سواهم. وللظالمين من المثليين أمثالها. وربما لم تكن بالحجارة، ربما تكون بالنووي. فكل دولة بتأيد اللواط هي دولة لوطية بامتياز، لأن امرأة لوط لم تفعل فعل اللواط، لأن فعل اللواط يكون بين الذكور، لكنها مجرد الموافقة والرضا بأفعالهم هلكت معهم، هلكت مع الهالكين. فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فتصيبهم معها، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. والله سبحانه وتعالى جعل ميل الذكر إلى الأنثى لا إلى الذكر، ده حتى غريزة الحيوان لم نجد حيوان ذكر ينزو على حيوان ذكر. فإذا قلت عن المثليين أن أفعالهم أفعال حيوانية فقد ظلمت الحيوان، لأنهم انتكسوا أسفل من الحيوان، والحيوان أفضل منهم. ولك قبول الآخر، مين يا عم الآخر؟ قال لك المثليين. المثليين والله تعالى جعل ميل الذكر إلى الأنثى لا إلى الذكر. المغناطيس اللي هو الجماد يتجاذب الموجب مع السالب، أما السالب مع السالب يتنافران، والموجب مع الموجب يتنافران،
الجماد والحيوان كذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا جعل الله تعالى ميل الذكر إلى الأنثى وفقط؟ ذلك لمصالح، منها قضاء الوطر ولذة الاستمتاع، ثانيا حصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها، ثالثا حصول النسل الذي حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات، الأنبياء والصالحون والمؤمنون كلهم جاءوا عن طريق النسل الذي فطر الله الناس عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جئت من نكاح غير السفاح إلى أن ولدني أبي وأمي. رابعا تحصين المرأة وقضاء الوطر. خامسا حصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب، يعني يضيف قرابة إلى قرابة النسب، النسب العم والخال وابن العم وابن الخال والأخ والأب والجد، يضيف إليهم علاقة المصاهرة فيصبح له نسيب ومصاهر، أبو زوجته وأخو زوجته، قرابة جديدة. وقيام الرجل على النساء من حكمة الزواج يعني. سادسا وخروج أحب الخلق إلى الله من جماع الذكر والأنثى كالأنبياء والأولياء والمؤمنين. سابعا مكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته إلى غير ذلك من مصالح النكاح. والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتفسده. ثم أكد سبحانه وتعالى قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر الناس عليها الرجال، فقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور، وهي شهوة النساء دون الذكور، فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة وعكسوا الطبيعة، ولذلك الجزاء من جنس العمل. قلب الله عليهم ديارهم كما قلبوا فطرة الله، فجعل عاليها سافلها ونكسوا في العذاب على رؤوسهم، وسماهم في القرآن قوم سوء فاسقين، وسماهم مسرفين، وسماهم مفسدين. قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين. أخذهم على غرة وهم نائمون، وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات وانقضت الشهوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.